احنا نكملوا كنولوا ابطال العالم في لعبه يعني لبس ثوب الضحيه. احنا عندنا قدره رهيبه على التسويق على اننا حقرونا مع هذه كيما كنا حكايه المباراه تتعاود. الماتش يتعاود والناس ماشيه في الماتش يتعاود وحنا نطلب بالقانون والاجراءات والناس بصح شغل لك تهضر معاه يعني حيط ما تقول له ما يحبش يفهم. واللي كانوا يبيعوا الوهم ولو ابطال الجزائر ولو قريب يعني في منزله المجاهدين والشهداء وخلاص الحكايه والماتش ما تعاودش وحنا اللي كان عندنا الحق بصح حنا اللي ماشي ملاح اللي باد بوي هما حنا. الناس وكانه ماذا بها شكون واحد يكذب عليه يحبوا هكذا ويحبوا يلعبوا لا فيكتيم. انا ما نبيعش الوهم للناس. هذه الشركه سنسلم يعني جدلا انها دارت تقارير تحت الطلب ولو انه نشك يعني شركه ما عندها فروع في عندها فرع في افريقيا في المغرب في الدار البيضاء عندها فروع في العالم. معنى لا اعتقد انه شركه المانيه تلعب لا ريبيتيسيون تاعها جوست بور فير بليزير على كاف سي تيري با لي شوفو. هذه صور جو سي با اسكو كي راحوا ايو شافوا تحت الطابله ولا ما شافوش. ما نحبسوش في هاد التفاصيل قلت تافهه يعني جو ميكسكوس بور ديكسبريسيون ما نحبسوش فيها يعني في كل الحالات في كل الحالات سي فري بيتيت لا نوتاسيون قولوا فيها وعليها. ولاول مره خرج التنقيط حسب اعتقادي اول مره. ممكن انه ممكن اقول ممكن 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 مانيش متاكد انه خرجوا التنقيط لاول مره. انا عمري ما شفت التنقيط لانه انسحبت الجزائر وانسحبوا عده بلدان وبقي المغرب لوحده. حتى على الاقل المغرب يوهم الراي العام الافريقي والعالمي على انه حتى ولو كانوا هذه البلدان احنا كنا احسن منهم. هاي التنقيط تاع الشركه الالمانيه يعني حاجه باش يمدوا لروحهم يعني كريديبيليتي وبتاتر يعني يضربوا لك المصداقيه تاعك يعني حتى ولو بقاو هما كانوا خاسرين لانه الشركه الالمانيه هذه نقطتنا خير منهم. وفي كل الحالات حتى ولو كان التنقيط نقولوا فيه وعليه